الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. في القيروان في اختتام مهرجان ربيع الفنون الدولي في دورته 25 مصافحة مع جمهور القيرواني. أكيد عرض اليوم عنده طبع خاص بالنسبة لمهدي العايش. بطبيعة هو القيمة والتاريخ متاع المهرجان يخليني بالحق مسؤولية كبيرة أنهم يعطوني اختتام مهرجان هذا الدولي اللي طلعوا فيه برشا مبدعين عرب كما نزار قباني كما حنامينا كما برشا يعني كونا صغير نشوف فيه حاجة كبيرة برشا، والحمد لله يعني حلم من أحلامي يعني حققته أني كنت موجود في المهرجان هذايا. مازلت المسيرة متواصلة، مازال العمل متواصل. جمهور قيروان أكيد هذاكم أصلي وأهلي وناسي، حاجة تفرح برشا وأنا كنت سعيد جدا اليوم. عرض خاص اليوم بالنسبة لك أنت مهدي أمام جمهور القيروان. صحيح قلت يعني جمهور قيروان أهلي، عندي الوالدة خالي خالتي، يعني بالحق الصعيبة شوية تكون التعامل كبدا وهكا العائلة فما شوية ستريس زايد وكذا. وهذه الكلمة اللي قلت انت في الحالة قلت عندي شوية تراجع. بالطبيعة أنا ديما نغني قدام الوالدة، ما كان كي تبدأ حاضرة في حفلة هي بحكم البعد وكذا، دونك قليل وين تحضر الحفلات. اليوم كانت مناسبة، كانت بحذاها في قيروان وشرفتني بحضورها وأنا فرحان برشا. اليوم مهدي العايشي موجود في مهرجان ربيع الفنون الدولي، وين نجم نلقاو في بقية العروض الأخرى إذا كان بيع فما جندة بالنسبة لبقية المهرجانات؟ هي السنة إن شاء الله أنا حاولت ننتقي بعض المهرجانات الحقيقة، ما حبيتش نكون موجود في يعني مش لوج على الكمية، لوج على النوعية. دونك قيروان ربيع الفنون في الاختتام، وعندي سهرية إن شاء الله 31 جويليا في مهرجان دقة دولي، عرض الطريق. الجو الديني مع رياض البدوي ما يشبهش للجو بتاع اليوم أكيد، وإن شاء الله فما مقترحات أخرى قاعدين في الدرس ما كتعرفوا، فما مهرجان تستنى في الدعم وكذا، دونك على قريب إن شاء الله بشكون جولة به. جديد مهدي العايش. جديد مهدي العايش عنده 5 أيام التالي حبك دول القلب، أكيد عديتوه على حياته وخذينا انترفيو وقتها. ونستنى جديد، فما برشا اقتراحات، فما برشا تعاملات إن شاء الله بشوي كل مرة نخرجوا حاجة جديدة. في الختام نعرف اللي انت صعبت شوي اليوم. أكيد. اليوم في الختام كلمة للجماهير اللي تتبع اليوم في مهدي العايش. والله يستنوا مني إن شاء الله جديد، واصبروا عليه شوية ما تعرفوا تعاقد، ويعني صعيبا واحد بالإمكانيات الخاصة قاعد نحاول باش نخرج كليبات ونخرج في أغاني، ونعرف الجمهور يدلل عليه ويحب المزيد المزيد المزيد، وجاي خير إن شاء الله. ميرسي. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.